سلام المسيح مشاهدينا الأحباء، مشاهدي قناة الحياة وبرنامج المرأة المسلمة. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. النهاردة حلقتنا مسجلة، لكن زي ما عودناكم أنه كل خدام الرب الموجودين على التليفونات موجودين الآن لتلقي مكالماتكم، طلبات الصلاة، شهاداتكم، ويعني كل اللي على قلبكم اليوم للمشاركة. النهاردة حلقتنا هي اختبار شخصي لعابرة، ولكن عابرة من نوع آخر. أنا بشجعكم النهاردة أنكم تشاهدوا الحلقة دي وأنتوا كل واحد منكم بيفكر في نفسه. عندي فكرة بسيطة حابة أن أنا أشارككم بيها. في حياة كل إنسان منا مع الله، إن لم تكن حياتك مع الله فيها وقفات بتنمو فيها للأمام، تفكر وتسأل الرب وتتقدم في خطوات للأمام في علاقتك مع الرب وفي نموك الروحي، يبقى في مشكلة. كل يوم الرب عايز يديلك نمو جديد، حياة جديدة، اختبار جديد، نعمة جديدة، علشان حياتك معاه تزيد إلى الأمام فتكون بركة لكل من حولك، وتقدر تقول أنه ينبغي أن الرب هو يزيد ونحن ننقص. ننقص في أننا نبقى مش إحنا اللي في الصورة، لكن الله اللي في الصورة، مش كده؟ لكن نزيد في الإيمان وفي النعمة وفي البركة كل يوم. النهاردة في حياة العابرة اللي هنسمعها النهاردة الأخت سالي، هنشوف ده، إنه عمل الرب ونعمة الرب نمتها وكبرتها فيه كل يوم. خلينا نخرج مع فاصل قصير وبعدين نبدأ رحلة قصة الأخت سالي. سالي، برحب بيكي على برنامج المرأة المسلمة. بشكرك أخت أماني، أنا بتشرف أني أكون معاك اليوم. ربنا يباركك حبيبتي. سالي، لما قدمتي لي نفسك على أنك عابرة من خلفية مسيحية، إيه بقى القصة وردة؟ أنا بحب أني أقول وبغار من العابرين وفعلا يعني أنا عابرة من المسيحية اللي تولدت فيها كربما ديانة. أنا مولودة من عائلة مسيحية عراقية آشورية، كنا يعني بنروح الكنيسة، كنا أوقات يعني نتكلم عن الله بس بشكل كتير بسيط وخلاص، وعايشين في العالم يعني، وفاكرين إنه إحنا هكذا مسيحيين يعني، نعرف عن الله، نعرف عن المسيح، ولكن ما عندنا يعني علاقة شخصية مع الرب، ولا يعني لنا علاقة أو دراية بالكتاب المقدس. كنتوا في العراق؟ أنا شخصيا مولودة في الكويت. أوكي. أهلي من العراق أكيد، وعشت في الكويت 12 سنة من حياتي. ممتاز. لما تيجي تعرفي نفسك ك شاب صغيرة أو بنت صغيرة في العراق، كنت تعرفي نفسك كمسيحية؟ أنا أكيد كنت كتير فخورة وأنا في الكويت. أنا في الكويت كنت بروح على مدرسة عراقية اسمها الرصافي. فمن صغري وأنا في نوع من التحدي، لأن كنت أستفز بكوني مسيحية. لأنك أقلية؟ كنت أقلية أكيد، وكمان كنت أنا بقول أنا مسيحية، يعني ما كنتش بخفي مع أني مش فاهمة، بس لأن إحنا تعودنا في البيت أنه إحنا مسيحيين. في العمر تقريبا عمري 9 سنوات كنت بروح على الكنيسة اللي يعني جنب بيتنا، وابتدينا نقرأ، كنت في دورة للتناول الأول، فابتدينا شوي يعلمونا عن الكتاب المقدس أكيد من كتاب صغير اسمه خبز الحياة. فكانت في المدرسة أحيانا تصير تشددات بيني وبين صديقاتي، فأحيانا نتعصب من بعض فيقولوا لي أنت نجسة أو أنت كافرة. فكان هذا الشيء يضايقني كثير، وكنت أتمسك أنه لا، أنا مسيحية، أنا مش نجسة، أنا مش كافرة يعني.
عارفة يعني سالي ساعات في ناس تكتب لي كده على الفيسبوك تقول لي أنا مسلمة وأفتخر، وأنت كنت مسيحية وأفتخر، ولكن بدون معرفة عن معنى المسيحية ومعنى اتباع المسيح. فعلا قولي لي يعني فهمك لحياتك كمسيحية وممارساتك بس في الكنيسة، هل ده كان في حاجة تأثير من البيت انه مثلا احنا مؤمنين ما نعملش كده، او احنا مسيحيين بنعيش بالطريقة الفلانية، ولا هي بس ممارسات في الكنيسة وخلاص؟ لا، هي كان في يعني بعض القوانين في البيت، يعني انه احنا حرام نعمل كده، لا عيب نعمل كده، بس دايما كان حسب لان الناس بتقول، مش لان ربنا بيقول. ربنا كان موجود بس في الخلفية، يعني في الباب الخلفي. في الواجهة احنا اسمنا مسيحي، متعمدين، بنفتخر قدام غيرنا انه احنا بنلبس صلبان، في بيتنا صليب. ابويا كان عنده انجيل كبير، كان كل مره يقول لنا تعالي مثلا اقري لك الانجيل باللغه الاشوريه، كنت انا بقول له لا انا ما بفهمش. يعني زي العالم يعني ماشيين. اذا بنحط صليبنا جوا ما حدش بيعرف انه احنا مسيحيين. اوكي، طيب ايه اللي خلى حياتك بقى تتنقل لبعض المعرفه عن الله؟ ايه بعض التحديات اللي انت مريتي بيها؟ أنا يعني طريق الرب اللي مشاني فيه كان طريق شوي غريب، لأن أنا من صغري مثل ما قلت في المدرسة، في عمر التاسعة لما ابتديت أروح أتعلم من خبز الحياة، فتعلمنا شوي عن بدايات مثلا آدم وحواء، وبعدين قصة بعض الأنبياء موسى شوي، وبعدين تعلمنا عن مولد المسيح في بيت لحم. فأنا أتذكر يعني موقف صار معي في المدرسة في حصة الدين، كنت أنا وصديقتي مسيحيين، يعني الوحيدات يمكن المسيحيات في السنة كلها، كان عمري تقريبا 9 سنوات. كنا جالسين في حصة الدين، ما كان مسموح لنا أنه أكيد نشارك، بس أنه نعمل دروسنا الأخرى بهدوء، يعني تقعدوا في نفس الفصل وما تشاركوش بس نسمعوا. نسمع. ما كانش في حد بيعلمكم لوحدكم؟ لا، تربية لا مسيحية؟ لا لا. في الكويت ما فيش، يعني ما في هيك أشياء أو على علمي يعني. بس أتذكر هذا اليوم لأن مدرسة الدين كانت امرأة طويلة وضخمة، وكانت دائما تلبس أسود، كانت يعني متزمتة دينيا ومحجبة. وفي هذا اليوم كانت تتكلم على عيسى ابن مريم. فأنا لأني بروح على الكنيسة وبسمع شوي أكثر عن يسوع، فكانت يعني كنت بكتب بعمل دروسي، وهي تكلمت عن عيسى ابن مريم المولود اللي أمه أخذته هي حامل وراحت على الواحة وقعدت تحت الشجرة تحت النخلة والقصة يعني القرآنية. فأنا ببراءة الأطفال بدون ما أفكر في العواقب رفعت إيدي وقلت لها أبلة ممكن أقول شيء. فهي استغربت لأن إحنا مش مسموح إننا نتكلم بحصة الدين. بس قالت لي أوكي يلا قولي. فقلت لها يعني باللهجة العراقية إنه المسيح ما تولد بواحة، هو تولد في بيت لحم. وعينك ما تشوف إلا النور يعني. وابتدأت يعني بالصريخ وكتابكم محرف وإنجيلكم محرف. وقعدي وديلكم محرف ويعني ما تفتحي تمك وتتكلمي. فأنا كان يعني أنا كان في رعب، بس كانت عيني من صغري شوي يعني قوية، فحاولت إني ما أبكي. في هذا اليوم رحت عند أمي الله يرحمها وقلت لها يعني إيه إحنا كفرة وإحنا، فأمي عطتني إنه ما دخلك خلص ما تسمعي الكلام، ولا ردت على المدرسة ولا ردت. لا، لكن انت خفتي منها. انا خفت منها بس انزعجت وصار عندي نوع من انه طب انا يعني حابه اعرف اكثر عن المسلمين. بعد سنه تقريبا او سنتين يعني قبل مجيء الى هنا، صرنا انا وصديقتي نتخانق في باص، وباص المدرسه كان فيه تقريبا 40 بنت مسلمه والسائق مسلم، وكان في يعني تقريبا ساعه واحدة في نص الحر في الكويت يمكن 40 او 50 درجه. فتخانقنا عادي كأي بنات، فشتمتني، شتمت ديني يعني شتمت ديني. فأنا قلت لها يعني حاجة مش كويسة عن الإسلام.
فحسيت الباص كله هاج يا كافرة واستغفر الله واستغفر الله. فأنا بنت في تقريبا 11 سنة عمري خفت خف رعب فظيع يعني. رحت وما قلت لأبوي وما قلت لأحد وخفت إنه خلص رح يفصلوني من المدرسة رح يفصلوني من كل مدارس الكويت وربما يعملوننا إحنا كعراقيين مقيمين في الكويت تسفير إلى العراق. يعني لهذا الحد أنت عندك 11 سنة عرفتي إنه في مشكلة كبيرة هتحصل للدرجة دي كارثة لعائلتي كلها. المهم رحت الصبح المديرة نادتني وقالت لي تعالي وأنا أكيد كنت خايفة مرعوبة ويعني متوقعة إنه تفصل فصل نهائي من كل مدارس الكويت. فأتذكر يعني كانت لأن أنا كنت متفوقة في المدرسة فكانت المديرة تحبني فقالت لي بنتي سالي أنا سمعت إنه أنت قلتي كلام مش كويس على الإسلام. فأنا أتذكر مرة ثانية ببساطة البنت الصغيرة قلت لها اللي سب ديني أسب دينه مس وهي يعني هي ابتدت فأنا قلت لي أنا مش حابة أسمع الكلام ده منك أنت بنت مؤدبة وخلوقة ومتفوقة أوعديني مش رح تقولي كلام يعني زي كده وأنا رح أتصرف. أوكي. وطلعت من الصف ولا فصل ولا تسفير ولا أهلي عرفوا بالموضوع وكملت إلى أن طلعنا من الكويت يعني بكرامة وباحترام ولما يعني كبرت عرفت أنه هذا كانت يد رب القديرة معي. ده بالتأكيد لأنه يعني ربنا خلى المديرة دي أنها تكون رحيمة معاكي وده يعني شوفي الإنسان إنسان إحنا يعني أنا أهلي كلهم مسلمين والمسلمين ناس خلوقين وطيبين وعندهم رحمة مش كل اللي بنشوفه لكن لما تيجي لتهديد أو لأنك تقولي حاجة غلط على دين الإسلام دي بياخدوها بشكل مختلف. أنا عايزة كمان إنه المشاهدين ما يفتكروش إن إحنا بنشجع إنه حد لا أكيد يعني يقول لا كلام قاسي على دين الآخر لكن ببراءة الأطفال وبحمية أنت ما أنتيش فاهمة أنت ليه بتدفعي وردت فعل كانت ردت فعل لكن عارفة حاجة غريبة يعني أنه النهاردة وإحنا عايشين في المسيح ما عندناش دفعة أن إحنا ندافع عن الدين دي إحنا عندنا يمكن دافع أكتر نخبر عما صنعوا الرب نخبر ندي بشارة عن المسيح لكن ما يهمنيش قوي ان انا دافع عن الدين مش كده اكيد هل ده تغير فيكي ولا انت لسه بحميه الطفله في بعض الحميه بس اكيد التوجه اتغير. اوكي. انا ابتديت مع الرب يعني او قبل ما ابتدي مع الرب لان كان في اختبارات مع المسلمين وانا صغيره فحتى لما يعني اجيت على استراليا كان في صديقاتي مسلمات وكنا يعني نروح مع الجامعه مع بعض وبعدين بالعمل كنت عاديه معهم جدا وكنت بحب الطيبات منهم كثير بس كمان في نوع من الاستفزازات صاروا فطلعت انه بس ما كانت اندفاعي اني اشتم او اسب الدين بس كنت دائما اوضح تبتدي تصرفي بقى كواحده واعيه شوي كبرت نضجت تفتكري ليه يعني بحس انكم كمسيحيين بتعيشوا فترات اضطهاد ولو كان بالكلام او عمليا ساعات يعني في مصر في اضطهادات واضحه ضد المسيحيين تفتكري ليه المسلمه صديقتك بتشعر انها عندها مجال تقول لك كلام قاسي عن دينك؟ انا بحس يعني بشعر انه هم من الصغر متعودين انه هم الاعلون او دينهم هم الصح يعني مثل ما كانت صديقتي في الكويت الصغيرة اللي كان عمرها يمكن 9 سنين ونتخانق وتقول لي يا كافرة يا نجسة طب هذه الكلام من وين جابتها؟ فأكيد سمعتها في البيت إنه دول نجسين دول كافرين فكانت بتردد احنا لما كبرنا وفهمنا وعرفنا المسيح على حقيقته شفنا إنه مثل ما احنا كنا اسميين كثير من المسلمين فعلا هم مسلمين اسميين او بالفطره ما يعرفوا شيء عن الاسلام هم بيرددوا كلام لكن الاسلام
بس الإسلام بيقول إن الكافرة يعني هو كافرة هم لا دول عارفين بس يعني بس هم لأن فاكرين إنه هم تربوا كده لا هم بيسمعوا في البيت كده وفي الجامع انت قلتي ممكن. كلمة صح إن هم متربين على إنهم أنتم الأعلى وإنه لكن الإسلام الحقيقي بيقول إن المسيح كافر ودي يعني ويهدر دمه والشيخ الشيوخ يقولك ما هو يعني كافر دي عادي يعني أنت كافر anyway خلينا ندخل بقى للتطور في حياتك أنت لأنه تبقى الديانة دي حياة قوليلي المرحلة اللي بعد كده في حياتك أنا أكيد ما كنت فاهمة يعني خطة الله في حياتي بس أنا أتذكر كيف إحنا طلعنا من الكويت إحنا كنا حابين نجي على أستراليا وأمي كانت مريضة فكانوا يعني رافضين أوراق الهجرة فأختي إحدى من خواتي يعني كانت تشتغل في سفارة أجنبية فقالوا لها إنه في السفارة الأسترالية في السعودية بتعطي فيزا فرجعت البيت وقالت طيب أنا رح حط جواز سالي وجواز أختي الأكبر مني اللي كانت تحت عمر الـ 18 ونبعثها بالبريد للسفارة السعودية السفارة الأسترالية في السعودية يعطوهم فيز فأكيد خفنا وكان بالثمانينات يعني إذا ضاع الجواز العراقي يعني دي مشكلة كبيرة طبعاً. وضاعت هويتنا يعني فهي صممت وبعثت في ظرف أسبوعين رجعوا الجوازات وكانت الفيزا موجودة فجينا أستراليا أنا أختي وكان هذا من المستحيلات يعني نأتي وأتذكر لما رحنا لمكتب الهجرة كثير من الناس قرايبنا قالوا طب قولوا لهم إنه أنتم مضطهدين سياسيين أو مضطهدين أو لاجئين وكانت هذه ليست الحقيقة صراحة فأتذكر إنه أنا وقفت وسألتني اللي كان في المكتب الهجرة قالتي أنت ليش يعني حابة تقعدي في أستراليا قلت لها بصراحة أنا ما عندي مستقبل لا بالكويت ولا بالعراق وأنا أريد أن أدخل الجامعة ونص أهلي هون ونص هونيك فأنا حابة أقعد في أستراليا لأن بلد غربي وفي حرية وحابة أدخل الجامعة وأعيش حياتي قلت الحقيقة ببساطة 12 سنة أنا كان عمري 12 سنة وقتها أتذكر أخت أماني فعلا يعني هذا عمل معجزي لأربع سنوات أنا قعدت في أستراليا بدون إقامة ولكن اللي كانت موجودة في المكتب عطتني ورقة واحدة فقط قالت لي أنت يعني شو تريدين من عندنا ماذا تريدين قلت لها أريد أروح على المدرسة عطتني ورقة permission روحي المدرسة وأحنا نتصرف بأوراقك أربع سنين لحد ما الكويت دخلت في العراق يعني الكويت حررت العراق أمريكا دخلت والكويت رجعت فأبوي إجا أربع سنوات أنا بروح المدرسة وبرجع بدون أي مشاكل بدون أي استفسار دلوقتي أنا بشوف إيد الرب كانت معي وخلتني أكمل المدرسة وبعدين أوراق الهجرة وكل شيء يعني صار بطريقة عادية وبسيطة جدا قولي لي في الوقت ده كنت بتحضري في كنيسة في الوقت ده أنا كنت بروح على بتعلم لغة أشورية كتابة وقراءة فاللي كانت مدرستنا حبت كان بتعلمنا صلوات فحبت صوتي قالت لي تعالي أنت كوني في جوقة الترنيم وكنت بروح وبكتب الصلوات بالعربي بس بقراها بالأشوري فابتديت أروح الكنيسة أول مرة أروح الكنيسة أشورية وأول مرة أنا أصلي حتى الأبان الذي بالأشوري إحنا كنا كلنا متعلمينها بالعربي فابتديت أخدم يعني كطفلة في الجوقة بس كانت خدمة يعني بس على الورق يمكن كنا نتباهى بأصواتنا أكثر ما نتباهى بمعرفتنا مش فاهمة معنى الخدمة وما فيش حد يفهم وما فيش تركيز يعني على الفهم صراحة طيب. أنت بتتكلمي عن كنيسة تقليدية وكثير من إخواتنا اللي بيسمعونا داخل كنائس تقليدية هناك كنائس تقليدية بتهتم بالتعليم الحياة مع الله ولكن هناك بعض الكنائس بيبقى فيها مشاكل وتصادم لما تكوني عايزة تعيشي حياة حقيقية مع الله ودي كانت جزء من خبرتك قولي لي إزاي ده تطور في حياتك أنا صراحة على كبر يعني الرب سمح لي
بعد ابني الثاني اني اقعد في البيت، يعني ما اشتغلش في ايام الاسبوع. وكان انا في عندي شغف انه عن الاسلام اعرف اكثر لان اجاوب صديقاتي. ففي واحد زميلي اشوري قال لي في بالتوك في واحد بيتكلم عن الاسلام وانت شكلك مهتم بهذه الامور. فانا فتحت البالتوك ودخلت فشفت ناس بيتكلموا عن الاسلام ما كانوا عن المسيحيه. انا في وقتها يعني كنت بقرا الانجيل بس بطريقه يعني مش ملتزمه وبس يعني اقرا شوي خمس دقائق وخلص واسكر وبركة يعني ضميري تاخدي بركه شوي وتقفلي ابص الانجيل واحطه تحت المخده وعادي يعني. بس انا كان اهتمامي اكثر اني اعرف عن المسلمين لان كانوا في زمايلي في العمل مسلمين وكانت يمكن التجارب لما انا كنت صغيره. المهم وجدت ناس عم تتكلم عن الإسلام بطريقة صراحة يعني عمري ما سمعتها وأشياء يعني غريبة وعجيبة ودخلت في هذا العالم. حبيت اكتشاف الإسلام صراحة. فشفتني يعني قاعدة في البيت بعد التنظيف والرضاعة والكذا أقعد على البالتو وبس أسمع وكان عندي قرآن في البيت فأفتح القرآن وأتابع وتتابعي بقى. فاكرة الغرفة؟ الغرفة كان في يمكن كريستيانيتي ان اسلام كان في واحدة اسلام ان كريستيانيتي اسلام ان كريستيانيتي وكان كم واحدة يعني فكنت يعني بنتقل احيانا من غرفة لغرفة. فكانوا يعني عديد من الخدام نساء ورجال. بعدين يعني انت تقابلتي مع عديد من خدام قناة الحياة من غير ما تعرفيهم؟ ما اعرف لا اساميهم ولا بعدين حاولت احط الصوت على الصورة لما طلعت قناة الحياة. بعدين شوي تدأت طلعت قناة الحياة على الكمبيوتر وكان القم الزكريا بطرس وهو أكيد تكلم بجرأة وتكلم مع عابر. فأنا اكتشفت عالم آخر فأنا انبهرت صار عالمي كله اللي بشوفه. إيه العالم الآخر بقى؟ أنه بقى فيه مش بس القمص بيتكلم على الإسلام والمسيحية لا أنت ده في عابرين في مسلمين صايرين مسيحيين. يعني هذه كانت من رابع المستحيلات نسمع عنها. وحتى إذا كنا نسمع عنها مش كنا بنصدقها يعني صراحة بكل أمانة. فأنا شفت يعني انبهرت وعجبني. فأي واحد يجي يعني مثلا زوجي يجي من الشغل أقول له بس أتكلم يقول لي طب خلص فهمنا أو مثلا إخواتي أتصل كذا. فدخلت في هذا العالم وبعدين شوي طلعت قناة الحياة فكنت بتابع الإسلامية أكثر. بعدين إجت فترة أنا تبكتت يعني لأن أنا بعرف عن الإسلامية كثير وبشوف الخدام العابرين بيتكلموا على محبة المسيح ويسوع بحبك ومبروك عليك الخلاص يعني كلام أنا عمري مش سامعته بكل ترانيم اللي كنا بنرنمها بالكنيسة وكل الوعظات اللي كنا نسمعها ولا عمري سمعت يسوع بحبك وبيقول للمسلم يسوع بحبني أو يسوع خلصني. بيني وبينك أنا غيرت، أنا غيورة. عندك مشكلة في الحكاية؟ عندي مشكلة في الغيرة وأنا غرت منك هقول لك بعد شوي. فابتديت فعلا أنه طيب أوكي عرفت عن الإسلام بس أنا بالنهاية مش مسلمة يعني بالنهاية أنا وضع علي اسم المسيح وبفتخر عندي كم صليب في البيت وعندي صليب على رقبتي وعندي صليب على السيارة طب أنا مش عارفة مسيحي يعني. فحسيت أني لا أنا بعيدة كل البعد. بتذكر من الأوقات اللي كنت بشوف يمكن كان القمص زكريا وكان في شريط بيمشي بيقول ترانيم ولا ادعس أو اضغط هنا للترانيم أو لتسمع ترنيمة يمكن على الإنترنت حاجة على الإنترنت يمكن. فأنا طول عمري يعني كنت بسمع بالجمعة الحزينة تراتيل فيروز وبالعيد الميلاد تراتيل الميلاد ايه الترنيمة دي؟ أنا مش سامعة كلمة ترنيمة في حياتي. فأنا كنت بحب الموسيقى والأغاني فضغط طلعت ترنيمة تتكلم عن يسوع بس كأنه أغنية جذبتني اللحن جذبني. فاكرة الترنيمة؟ سمعت أول مرة كصوت يعني أو كموسيقى بس بعدين ضغطت مرة تانية عليها واحدة بتقول
سود يا يسوع على حياتي. الأخت فادية. الأخت فادية ربنا يباركها. الصوت على الموسيقى كان جميل جدا. يعني من أروع ما يكون. بس سود يسوع على حياتي دي كانت جملة يعني صراحة أخت أماني هزتني. أنا بتذكر أنا كنت بحط الكمبيوتر على مكتبي لأن أنا كنت بعمل كتير شغل لوزارة التربية من البيت. فقمت من الكرسي وركعت والترنيمة بتشتغل وصرخت قلت يا رب يسوع سود على حياتي. بالبكاء يعني والصراخ صراحة يا مجد للرب أكيد. ففكرة سيادة يسوع على حياتي كانت فكرة جديدة. بس علمك الرب إزاي إنه يسود على حياتك؟ يعني أنا أما سمعتها أول مرة يعني إيه يسوع يسود على حياتي؟ أخت أماني أنا ما كنت عارفة كيف يسوع رح يسود على حياتي ولا يمكن كنت بفكر بالكيفية. أنا كنت حابة إنه الرب فعلا يسود، يعني حبيت إنه الرب يسود على حياتي كيف متى في أي وقت في أي شكل، ما فكرت ومش كنت عارفة يعني. بس تبكتت إنه أنا المسيحية مولودة في بيت مسيحي وكنت أفتخر طول حياتي إني مسيحية ويمكن أستهزئ بالمسلمين وأتكلم عنهم ويعجبني إنه يطلع دينهم غلط. بس في الحقيقة أنا مش أحسن يعني، بالعكس أنا دينونتي أكبر لأن أنا سمي يعني اسم الرب علي. فأنا حاملة اسمه بس أنا بعيدة كل البعد عنه. فسود يسوع على حياتي مع ترانيم لأخت فادية أكثر الرب يباركها يا رب. وبدت الرحلة معايا يلي بديت الرحلة معايا وشوي شوي حطيت البرامج الإسلامية مثل ما يقولون على جنب وجذبني البرامج المسيحية. المجد للرب. شهادة لبرنامج الأخت المسلمة المرأة المسلمة أول حلقة لأن أنا كنت شايفة اختبارك مع قم الزكريا ومع الأخ رشيد ومع غيرهم بس شفتك أنت والنسوة يعني فعجبتني الفكرة. أنا بحب النساء جداً وبحب متحيزة جداً وبحب محبة الرب يسوع للنساء. هاللويا. وفي كل قصة فيها امرأة أنا بشوف نفسي. يعني أنا لما فعلاً جيت للمسيح ووقعت في حبه شفت نفسي السامرية والمرأة اللي مسكت في ذات الفعل ونازفة الدم ومريم المجدلية أكيد يعني كثيرات. وإحنا في الحلقات الأولى قدمنا اختباراتنا الشخصية كمان. أمين. فأنتي وقاعدة مع الأخوات الأخريات تكلمتي عن الإنجيل. مش فاكرة بالضبط بس قلتي إنه كان يمكن عندك صديقة أو أنتي عابرة جديدة. وكانت الإنجيل كله يعني في عليه علامات بالهايلايترز. وفي كلامه مكتوب. صح، فتحت إنجيلها قدامي ولقيت إنه كله ما في يعني وألوان كله ألوان. كله ألوان. فبيني وبينك يعني الحلقة كانت كلها ممتعة. بس أنا جذبني فكرة الإنجيل بالألوان. فغرتي. غرت غيرة فظيعة صراحة. يعني قلت العابرة إنجيلها ملون يعني بتاكلوا أكل يعني بتعرفوا. صحيح. وأنا إنجيلي قاعد صار له كم سنة بفتحه لما بكون زهقانة شوي يعني غرت. دي بقى حسنة هي الغيرة في الحسنة. أمين. فبديت بيني وبينك بعد الحلقة دي أني خلاص عندي الوقت أني أفتح الكتاب المقدس بالتزام والصدق. المجدد. مش آية من هنا وآية من هنا أو اللي كانوا بيقولوا مثلا أنت قولي يا رب عايز تقولي إيه فتفتح من النص. لا. في ترتيب وفي قرار أني خلاص كل يوم بعد أولادي ما يروحوا المدرسة وكان عندي وقتها أنا ذر يعني بيبي آخر فكنت بخلص شغلي وبقعد مع الرب بصلي صلاة بسيطة جدا يا رب أنت علمني وابتديت من الأول وعملت هايلايت حلو وكتبت على الإنجيل شفت إنجيلك شفت إنجيلك
وشوي شوي ابتديت أحب أكثر الحلقات أو البرامج المسيحية. فعملت نفس الشيء مع برنامج شبهات وردود. كان له قصة في حياتي شبهات وردود، لأنه كان من خلاله عرفت من هو المسيح، يعني ما معنى ابن الله، الأخ وحيد، الأخ وحيد الرب يبارك أكيد. ما معنى الثالوث، ما معنى يعني صورة الله المنظور يهوى. يعني أنا مش عمري سمع إنه إلهنا اسمه يهوى. يعني في كثير ممكن أقول للناس اللي سامعيني، خاصة من الأشوريين، في كثير رفض أخت أماني لكلمة يهوى، يعني لأنها مرتبطة بشهود يهوى، بشهود يهوى أو باليهود. فأول مرة أسمع يهوى أو شهود يهوى، يعني أو يعني كلمة يهوى، أنا فعلياً حطيته مع شهود يهوى، وأنا بعرف إنه إلهنا هو الله وخلاص يعني. وبعدين يسوع المسيح، فحبيت يهوى، وأكيد يهوى المتجسد. بس شبهات وردود أخذته كدراسة، إداكي عمق أكثر في معرفة المسيح، وده الحقيقة من الأدوات اللي ربنا بيستخدمها. أمين. من خلال الأخ وحيد. أمين. في كل برامجه الحقيقة. ونشكر الرب على كده. أهمية أننا نعرف الكتاب في المرحلة دي، وأهمية أنك تعرفي من هو المسيح. أمين. دي تقولي إيه، إزاي دي غيرت حياتك أنك تعرفي شخص الله؟ ما هو الفرق كده شخص الله؟ نعم. مش كده؟ أكيد. تقولي إيه للمشاهدين والمشاهدات في حتة أنه معرفة شخص الله دي تغير حياتهم إزاي؟ أنا كما مسيحي، يعني مولودة في بيت مسيحي، نعرف عن الله، بس اختبار أنك تعرف الله شخصيا، يعني تكون علاقة شخصية، يعني كأنك أنت تتكلم مع أخوك أو أبوك، أو مثلا امرأة تتكلم مع زوجها. هذه العلاقة هي علاقة، هذه هي المسيحية الحقيقية. وهذه العلاقة مش رح نوصلها بس بالمعرفة أو بالسمع، يعني لازم نكون مصممين إنه ندخل في علاقة، أو نقرر هل أنا أريد أن أعرف المسيح شخصيا. وأخت أماني هذه كثير من الأوقات بتكون عثرة، يعني أنا مسيحية بروح على الكنيسة، بعمل الواجبات، خلاص، وبرجع البيت وخلاص، يعني مش مضطرة أعمل شيء ثاني. أنا خبرتي مع الرب وضحت لي إنه هذه هي مش المسيحية الحقيقية. أنا يجب أن أرى المسيح بعين الإيمان. يجب أن يتعامل معي، يعني أعطيه فرصة إنه يتعامل فيها، إنه يغيرني، إنه يتكلم معي، إني أجلس معاه في وقت مقدس، في خلوة، وقت كأني أدخل إلى مضجعي وأغلق الباب وأتكلم مع حبيبي، لأنه يستحق، مش لأنه أمين. بس محتاجة. لا هو مش محتاج لي، هو أنت محتاجة أنا وأنا محتاجة، لكن هو يستحق، هو يستحق كل المجد والكرامة أكيد، اشترانا بدمه. يعني هذه كمان كانت مرحلة أخرى. طب المسيح فداني. أنا كنت صغيرة بيقول المسيح فدانا. فدانا من إيه؟ ولا حد مرة قال لي فدانا من إيه؟ لما فتحت الكتاب المقدس بمساعدة خدام الرف في قناة الحياة، ابتديت أفهم إيه يعني افتدانا من إيه؟ إحنا اللي عملنا إيه؟ وليه ربنا خلقنا كده وبعدين يفتدينا؟ فرجعت إلى الأساسيات. هاللويا. تفتكري في العالم أو في الشرق الأوسط، المسيحيين كان في كتير زي كده، مسيحيين تقليديين ما يعرفوش كتير عن الكتاب المقدس؟ صراحة وبكل أمانة، غالبية اللي بعرفهم سواء كانوا في يعني الشرق الأوسط أو اللي تعاملت معاهم في سنوات كثيرة كانوا هيك، يعني كانوا بهذا الشكل، ناس طيبين، بس هم مكتفين. أنا دائما بقولها مكتفين بالفتات الذي يسقط من المائدة، حتى الناس اللي بتروح الكنيسة كل أسبوع أو مرتين ثلاثة في الأسبوع حتى، يعني ويمكن يكونوا خدام كمان. أخت أماني يعني أنا مثلي كنت خادمة مرنمة وأنا عمري 12 أو 13 سنة، بس صراحة ما كنت يعني عندي علاقة مع الرب، وكنت بعمل خطايا كثيرة وعديدة ولا شايفة فيها مشكلة، يعني ولا أحد حوالي بيقول لي هذه هي مشكلة تبعدك عن الرب.
هو احنا ما نعمل خطايا، ما هو احنا بنعمل خطايا كل يوم، لكني ما كنتش شايفة فيها مشكلة. مش دي أكيد. دي النقطة. ممتاز. وليلي يعني هل انت كنت ما زلتي بتروحي كنيسة تقليدية؟ ازاي بقى افكارك اتغيرت في خدمتك، تطورت في حياتك جوه الكنيسة وبره الكنيسة؟ أنا في فترة يعني دخول الجامعة توقفت يعني عن الخدمة الكنسية، بس كنت لأن أنا تزوجت وأنا كنت في الجامعة وكنا بنروح على الكنيسة يعني من وقت إلى وقت، مش بالتزام، وأكيد في الأعياد، وكنت بصوم الأصوام اللي كانت يعني من الصغر إحنا نعرفها، وكنت أحياناً بفتح الكتاب المقدس وخلاص يعني. بس همي كان في الحياة إني أسس عائلة، أخذ الشهادة، وأوصل لأكون مش ناظرة مدرسة بس يعني تحت إيد ناظرة، يعني مثل ما ديبيوتي برينسيبل. فكان عندي طموح للعمل وللاجتهاد وفي هذا الحقل. أنا قاعدة في البيت مع الأولاد ومع يعني معرفتي بالكتاب المقدس ومع صلواتي مع خدام، يعني كثير أنا صليت مع خدام قناة الحياة، ابتديت من قم زكريا صليت معه، معاكي صليت مرارا وتكرارا، مع أخ وحيد صليت، يعني كنت دائما بصلي وبحب الده. بعدين فترة من الوقت ربحت على قلبي إني أروح وأخدم مع الأطفال. هي ابتدت انه انا لما كنت في الكويت انا كنت بروح ساندي سكول، فكنيسة زوجي كانت كنيسة يعني اخرى، فكانوا اولادي كنت بوديهم ساندي سكول. فيوم من الايام جابوا اوراق التعاليم اللي كانت فيها غير كتابية جدا، يعني ضد الكتاب. فانا وزوجي شوي تأثرنا، يعني حتى اشياء مش سامعينها في حياتنا ولا موجوده في الكتاب المقدس حسب معرفتنا. تقدري تقولي عليها تقليد مثلا، تقليد او عقائد مثلا، او بس كانت عقائد غير كتابيه. فكلمنا مع الاشخاص فهم قالوا لنا بس دي عقيده يعني. فالتزمنا الصمت وكملنا السنه. كانت في عقائد اخرى تاتي يعني مع الاوراق وكذا، فاحنا كنا بنصححها. بعدين وقفت، أنا قلت خلاص رح أخذ قرار، أولادي أنا حعلمهم، وفتحت الكتاب المقدس كتب الأطفال وابتديت معهم كل يوم أقرأ شوي شوي وعلى حسب مفهومي أفهمهم. بعدين الرب حط على قلبي أني أرجع للكنيسة اللي أنا كنت بخدم فيها وأنا صغيرة وأكلم الأطفال عن يسوع، عن محبة الله ليهم اللي أنا عمري ما سمعتها أنا صغيرة. يعني كانوا بيقولوا يسوع بس الله بيحبك ويسوع فداك وخلصك وأنت مخلصة، يعني فكرة أنت مخلصة كانت يعني فعلا صادمة بس يعني مبهرة. فكنت حبيت أني أوصل هذا للأطفال مثل ما أوصلهم في البيت، أساسيات الإيمان. أساسيات الإيمان. أوكي. فتكلمت مع راعي الكنيسة وقتها اللي كان صديق يعني من الدراسة، فرحب والرب يباركه، يعني رحب بالفكرة كثير وابتدينا العمل. كان في كثير عراقيل وبس الرب أسس العمل وابتدينا نتكلم عن الرب يسوع مع الأطفال ومن الكتاب المقدس. رائع. وابتدت الخدمة يعني مع الأطفال. طيب، ودي الكنيسة اللي انتم مستقرين فيها دلوقتي حاليا؟ لا. أوكي. حاليا لا. انتقلتي لمرحلة أخرى في حياتك في الخدمة. طيب، زوجك كان، انت قلتي ان انت قابلتي المسيح بصوره شخصيه، هل هو ايضا كان مسيحي تقليدي؟ نعم. وبعدين حصل ايه بقى، ايه اللي غير حياته؟ ما هو المشكله انه انا ما كنتش بشتغل، فكل يعني كل ما بيصير معايا في اليوم سواء كان معرفتي في الاسلاميات او معرفتي في الرب يسوع المسيح بس يدخل الباب انا بقول له. فيعني يعني كنت حابة فعلا العالم، اول العالم الاسلامي انه اعرف عنه. الاكتشافات الخطيرة يعني بالنسبة لي كانت اكتشافات خطيرة. وبعدين لما اكتشفت الرب يسوع حبيت فعلا اني يعني تشاركي ويشوف اللي انا شايفه ويدوق اللي انا ضايقة. فهو كان منفتح للفكرة جدا بس كان يعني مشغول في الشغل وفي كذا، فهو شوي
ما كانش عنده الوقت يعني اللي يقعد مع الرب مثل ما انا قعدت، لان انا الرب سمح انه اقعد في البيت. بس اكيد اجى وقت خلص اخذنا قرار انه اثنيناتنا يعني نمشي مع الرب بالتزام اكثر، وهو ياخذ قراره بجديه في حياته، هو ياخذ قرار. فكنا بنروح الكنيسه بالتزام اكثر، يعني ده من يعني عواقب قراراتنا انه نلتزم، وهو كان مساعد كبير للخدمه. المجد للرب. المجد للرب. طيب امتحنوا الارواح، نعم، ده عنوان البرنامج بتاعك. نعم. اللي انت اصبح يمكن تركيز خدمتك او جزء كبير من خدمتك النهارده، والحقيقه انه احنا قاعدين على السات بتاعتك، ده الديكور بتاعك التصوير. وانا بشكرك على استضافتك لينا، فده ديكور امتحنوا الارواح. طيب ايه فكره امتحنوا الارواح، وازاي الرب ابتدى معاكي الرحله دي؟ اخت اماني، انا وصلت في لمرحله وانا بخدم، وبخدم يعني يمكن ايام 3-4 ايام في الاسبوع، وفي خدمات مختلفه يعني في الكنيسه، وكنت فرحانة في الخدمة والرب مبارك، بس كان عندي جوع وعطش إني أدخل إلى العمق. ما لقيتش حد فعلا إنه يدخلني. يعني الرب يسوع دائما بتذكر قال له لبطرس أدخل إلى العمق. فأنا كنت بخدم وبرجع مبسوطة، ومبسوطة بمجد الرب، ومبسوطة بكلام الناس عن الخدمة، بس في داخلي جوع وعطش اني اعرف الرب اكثر. فالرب تعامل معي بطريقه انه كان عندي صديقه، ممكن اذكر اسمها يعني، الاخت فاديه بزي. انا بوجه لها تحيه وبقولها انا بحبك جدا، انت عارفه. هي صديقتي، وكمان تعرفت عليها عن طريق قناه الحياه. واحنا كنا على تواصل، فرحت عندها قلت لها انا عندي جوع وعطش. وكنا بنتكلم عن الرب ونحكي اختباراتنا، فببساطتها فادية اللي يعني اللي كلنا بنعرفها فيها، قالت لي تعال نصلي. فصلينا، وهي صلت معايا، وبعدين زوجها القسيس رائد هو كمان يعني اجا وصلى. فانا كنت كثير عاطفية وايموشنو، وقالت لي فادية كلام، قالت لي هي بتقوم الساعة 5 بتصلي. وقلت لها طب ليه الساعة 5؟ قالت لي لأن أنا حابة إني أعطي وقت نومي للرب. فمرة ثانية أنا غرت، لأن أنا بطبعي غيورة، فقلت رح أعمل نفس الشيء. فرحت على على البيت وقمت الساعة 5 وصليت. قلت يا رب يسوع أنا جوعانة وعطشانة ليك، وأنا لا أريد إلا أن أعرفك أكثر كما عرفوك كل الذين لمسوك. بس لا تسمح يا رب إني أضل. في كثير من الأشياء أنا بسمعها في الكنائس اللي بروحها مش صحيحة، بس في نفس الوقت ما مش شبعانة فيك. فاللي صلاة اللي صليناها في بيت الأخت فادية مش صلاة يعني معقدة، ولكن يا رب أنت تحميني، بس أريد أن أعرف هل هذه الصلاة وهذا الجوع منك. وبتذكر أخت أماني قلت له احسبني جدعون، أنا لا أجرب الرب إلهي، لكن خليني مثل جدعون يعني سألك كم مرة. وحاولت أعمل مثل فادية أني أقرأ الكتاب المقدس، بس النوم غلبني. فرحت أنا وحاولت أني أنام. يمكن في ظرف كم ثانية أو دقيقة الرب يسوع المسيح ظهرني بي، يعني ظهر في رؤية، وأنا لا أشوف رؤى ولا أحلام، بمجد عظيم المجد للرب. وعطاني نوع من الكونفيرميشن، يعني التأكيد إنه يس ده مني. فوقتها أنا جعت أكثر، ودخلت في حالة مع الرب إنه أنا مش عايزة خدمة، مش عايزة كلام كتير، مش عايزة حتى يمكن أسمع عن الإسلاميات وتفاسير، أنا عايزة الرب يسوع. رحت الكنيسة بالجوع ده وبالرؤى دي، لقيت أفكار مش صحيحة. لقيت إنه أفكارك غير مقبولة كمان. أفكاري أكيد مش مقبولة،
أو في تعتيم عليها. بس كل ما أتكلم عن الرب يسوع في ناس، بعض الناس بحسهم تستفز. فحسيت دي إيه الروح ده يعني. أنا مش، إحنا في كنيسة مع مؤمنين، لازم فكرة الرب أو كلام الرب يكون دائما يعني على لساننا ودائما بتفكيرنا ودائما بقلبنا وما نستفز يعني. يعني إحنا مش مثلا من ديانات أخرى تجيب اسم يسوع تستفز. فحس خلينا نوضح للمشاهدين هنا إنه يعني إحنا كبشر دائما عندنا حكم على الآخر، عشان كده المسيح قال إن إحنا ما نحكمش على بعض أبدا. ومن يعني ما بقاش عندي نظرة اللي انت بتعمليه واقول دي بتعمل كده عشان كذا، او ان انا افكر انه دي بتتكبر او بتتمنظر علينا. فللأسف حتى في وسط الكنيسة اكيد ساعات ده بيحصل، يقولك لا يعني انت لسه حافظه لك كلمتين عن ربنا هتيجي تقوليهم لنا. ده بيحصل مع العابرين على فكرة. أكيد. انت فعلا عابرة. فعلا انا حسيت اني فعلا في وقت من الاوقات اني فعلا مش مضطهدة بمعنى المضطهدة، بس مش ماخذة حريتي أن أتكلم عن الرب يسوع. أو إذا أتكلم في دائما أنظار غريبة. بصولك ليه يعني؟ ليه كل يعني شوية تعودي تحكي لنا نفس الحكاية. وأنت مين يعني؟ أنت مش قيادية في الكنيسة، أنت مش راعي الكنيسة. أنت يعني مجرد أن بتشتغلي مع الأطفال أو بتخدمي يعني. بعدين صارت أنه عايزة أروح الكنيسة أكثر، فروحت أكثر وأكثر، وابتدت الأفكار اللي مش كتابية تظهر لي. والرب بروح الله القدوس شاور على أشياء معينة كنت بسمعها وبروح أفحصها على ضوء كلمة الله. كنت بمتحنها زي ما بيقول في الكتاب المقدس، امتحنوا الأرواح فحسينا كل شيء. وتبكت يعني في أشياء لم أقبلها. يمكن مرأت يعني سنة كنت بصارع يعني، طب لا خلص انا حاخد الكويس ومش واترك. واحنا في كل كنيسه على فكره اكيد في جسد الرب لو في حاجه غير مقبوله والقاده يعلمونا ويرشدونا، دي حاجه كويسه جدا ولازم نلتزم بده. ولكن لما روح الرب اللي جواك يقول لك يعني كده كفايه، يمكن انت غير متفق هنا، ممكن بقى ننتقل ل مكان آخر. وده اللي الرب عمله في عمله فيه. أنا وصلت فترة مرحلة إنه مش قادرة أقبل التعاليم الغير كتابية، وخاصة إنه إحنا كنا دائما بنروح على الكنيسة كعائلة. أنا وزوجي وأولادي. وبأتي للبيت وأنا بفتح الكتاب وبعلم شيء، وهم بس دلوقتي سمعين شيء آخر، يعني متناقضات. فتبكت وزعلت وقعدت مع الرب لأسابيع ما رحتش كنيسة، قعدت وصليت بالبكاء يعني بالدموع. ويا رب فين الصح؟ يا رب أنا مش قادر أقبل. يا رب إذا أنا غلطانة يعني اظهر لي ذاتك أو فهمني أو علمني. وكل مرة الرب كان يعني إنه افتح الكتاب المقدس أكثر، افتح الكتاب المقدس. وكل تعليم أو فكرة كانت مغلوطة كان فعلا الرب يقول لي افتحي كذا. فأنا بالصلاة وبخلوتي بفتح وبشوف رد الرب يسوع انه لا، في ابسط الامور وفي اشياء يمكن انا قريتها يمكن 3 أو 4 مرات او يمكن 10 مرات، بس بيشاور لي بيقول لي لا دي. فقعدت في البيت فتره، وبعدين انا مش متعوده مش ما اروح كنيسه ومش اخذ يعني الاحد، محتاجه الشركه مع الاخوه. اكزاكتلي. واولادي تعودوا كل حد لازم نروح الكنيسه يعني. حتى إذا في أي مناسبة عائلية إحنا بعد الكنيسة. طيب. زي المدرسة. تعرف أنت متابعة البرنامج المرأة المسلمة. أكيد. فأنا عندي كذا حلقة بسميها الشيء الفلاني عادة أم عبادة. فهل مروح الكنيسة عادة ولا عبادة؟ بيني وبينك هو ابتدى كعادة، بس فعلا إحنا كنا نشتاق أن نروح للكنيسة. وكنت أحب أن أولادي كمان يشتاقوا. المهم قعدت في البيت وصليت، وبعدين الرب أرشدني أني أروح مع صديقة كانت في الكنيسة اللي كنت أنا بروح لها. فقالت لي تعالي الكنيسة دي. فقعدت في البيت، بس بعدين الرب بكتني. طيب الناس اللي كنت بتتكلميهم عن الرب، طب أنت ما فيش تواصل يعني. طب حتكلميهم عن الرب إزاي؟
كنت بتكلميهم بلغتهم بلغتهم بالأشورية بالأشورية وكنت بتكلم مع ناس فعلا حابين الرب وزي عايزين يدخلوا في العمق فحسيت الرب بيقول لي طب اعملي حاجة اعملي شيء يوصل الرسالة وفي وقتك وأنا عارف مشغولياتك فإجا امتحنوا الأرواح صليت قلت يا رب أنت تقودني لأن أنا يعني دائما صلاتي إني لا أريد أن أقف أمام الرب عند مجيئه ويقول لي يا سالي أنت قلتي ليه كده المشاهدين بيسمعوك يا سالي في منهم يعني جزء كبير من المشاهدين ما يعرفش يعني إيه يا سالي ربنا يقول لك يا سالي اعملي كذا أو يا سالي بصي في الحتة دي هذه العلاقة مع الله إنك تسمعي صوت الله وتاخدي توجيهات من الله تقدري تفسريها إزاي للمشاهد اللي ما يعرفش إن دي حاجة حقيقية في حياتنا وعلاقتنا مع الله إرشاد مباشر مع الخلوة الدائمة مع الرب يعني أنا الرب سمح لي إنه كل يوم أقعد معاه أسكر التليفون أسكر كل شيء خلص أنا دلوقت وقت مقدس أدخل إلى حجاله وأنا وحبيبي وحبيبي لي وأفتح الكتاب المقدس وأضع كل طلبات يعني أنا صغيرة كانوا بيعلمونا نقول مثلا يا أبانا الذي بس أو نطلب الأشياء الكبيرة فأنا الرب علمني أنه أطلبي كل شيء فكنت بطلب يا رب أنا عايزة أخدمك يا رب أنا قلبي في الخدمة يا رب أنا قلبي في الأطفال اللي تركتهم يا رب أنا قلبي في الناس اللي بحبهم سلم الكتاب المقدس يقول أطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم يعني واضح أن الحاجات اللي أنت كنت طالباها كانت لمجد الله أمين أمين ويعني لتوصيل الكلمة أنا بشكر رب من أجلك ومن أجل البرنامج اللي بتقدميه وعايزاكي تاخدي راحتك كده وتقولي رسالة للغة قلبك الأشورية وأهل بيتك تقولي لهم إيه لو عايز تدي رسالة لكل مرأة أشورية بتسمعك ممكن مرت باللي انت مريتي بيه سواء كان من اضطهاد أو تساؤلات أو عطش للرب يمكن أنت حياتك كانت فيها بركات كتيرة من زوج كويس وعيلة كويسة ونعم الرب لإعدادك للمكان اللي أنت تكوني فيه النهاردة لكن في كتير منهم محتاجين حنية الرب عليهم فأنا عايزك تبصي للكاميرا بتاعتك وتاخدي راحتك وكأني مش موجودة وبالأشورية تدي رسالة كمان. طيب فضلك شلما لخن خطواتي جزوتا أنا لخطولي وقبلت أتولخة قد أمرن أخن خمندي من لبي بل كترابة من أخن يطيتني لو يطيتن كمان تلخطة قو أمرا إنا همنيتن كنت بالخانة أودخ قو أمرا ليلة طيمانة مخ طيمة يطخ مارن إيشوم شيخة برسو بايت رابة داناتي يمرخ أخن كريسيانيخ ومخبخ مارن إيشوم شيخة إنا دوزوتا إيمن آتخ الخيوتا بخزخ لخيوتا رابة رخقة من مارا ماريا بطلابون من نوخون إيكت إيتون قمت أمرت هاويتون إيه نوخون هو يالمارن إنا أو مارن دي لقوكتاون قديشة لي ماسخ آوخ كريسياني ولي ماسخ آوخ بختاتي مخ ماريا آلها بايلا إلا إن بتخ كتاون قديشة وأتوخ مني وشوقخ لمالبلن سبب مارن يشمشيخ إلى رابة طيمانة كل من دي قمية واللقاتا وهمنيتن لا همني لا شوقيتن خدنا أمر روخن أخنوخن ليتن طيماني قو أينة ماريا كنت خامنخ خاتي إيكت قمت خطيتا هوية توتا قو ومريا ماري أنا إديو بقبالوخين وأنا دون همنتا إيوان براتوخ وهمن إيوات براتت ماريا وإيوان برقتا بشمي وأيضا نخزئي كماريا بايلخ بلخت بايلخ أتوت بايلخ أودت مندي متأودت جو خيوتخ إنا بآوق إيقارة وخقرة شمي أمين أمين, أمين. رب يستخدمك أمين. لمجد أشكرك. اسمه يستخدم برنامجك امتحنوا الأرواح ودي وصية إلهية وصية يعني إلهية ودي حاجة لازم نعيش بيها أمين علشان نقدر نكون
مميزين للناس اللي الرب بيحطهم في طريقنا أكيد. وبيحطنا في طريقهم. وانتي النهاردة كنتي بركة لبرنامج المرأة المسلمة. أشكرك على شهادة المحبة اللي قدمتيها باسم كل خدام الرب اللي ذكرتيهم النهاردة كلهم، ويعني يسعدنا كفريق في قناة الحياة بكل التاريخ اللي الرب استخدمه في قناة الحياة، وخصوصا برنامج المرأة المسلمة بقى دي على قلبي. يعني أنا قد إيه رب لمس قلبي إنه كان لينا أثر في حياتك وبالتالي في حياة المشاهدين اللي أنت بتكلميهم. بنصلي من أجل خدمتك تكون خدمة مباركة ومثمرة لمجد الرب يسوع، وبنصلي من أجل عائلتك و أولادك إنهم أيضا يكونوا مدعوين بقوة زي ما أنتي وباباهم مدعوين لخدمة الرب. الرب يباركك حبيبتي. شكرا جزيلا. الرب يبارككم كلكم. قناة الحياة أكيد.